كل سنة وانت طيب يا ماجد، عيد الأضحى على أبواب. وانت طيبة وعيد أضحى مبارك. هننزل امتى عشان نشتري الأضحية؟ انت عارف ان الموضوع صعب على ما الاقي حد موثوق فيه وكمان اقدر الاقي الأضحية بالشروط الصحيحة. لا يا منال خلاص توبة، انا عارف هعمل ايه. ايه طمني. هشتري صك الأضحية من الأواف، هتوفر علينا تعب وإرهاق كبير، وكمان هضمن وصول أضحيتي للمستحقين وبعدد أكبر. فعلا فكرة جميلة وقرار سليم، لأنه كمان هنتأكد من الشروط الصحيحة للأضحية لأنها تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف. للتبرع بصك الأضحية في الحسابات والأماكن التالية: